السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة جماعة هنتكلم عن 7 علامات تدل على الشفاء بالنسبة للمريض إن شاء الله تبارك وتعالى. فالعلامات دي كتير من الناس من الممكن إن هي تتمنى أن تراها إذا كانت في الحقيقة وهي مريضة، فهذه الرؤى تبشره بالشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. 1، رؤية الدقيق الأبيض بالنسبة للشخص المريض. الكلام يا جماعة هيكون للرجال والنساء سواء متزوجين أو غير متزوجين. فالشخص المريض إذا رأى في منامه الدقيق الأبيض فليعلم أن هذه بشرى من الله له بالشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. 2، رؤية الطعام الميت بعد جوع. لو أنا شفت في المنام ميت وأنا شايفه جعان جدا وأطعمت هذا الميت في المنام، هذه الرؤية تنعكس علي أنا، هي لا تخص الميت بشيء وإنما تخصني أنا. فأنا إذا كنت مريضا في وقت رؤيتي لهذه الرؤية فهذه الرؤية تبشرني بالشفاء إن شاء الله. 3، رؤية القيء أعزكم الله، ولكن القيء القليل مش الكثير. القيء الكثير له معنى تاني مزموم مش هنقول، إنما رؤية القيء البسيط القيء القليل رؤيته بالنسبة للإنسان المريض شفاء إن شاء الله. 4، وخلي بالكم من الرؤية دي، خلي بالكم من الرؤية دي، رؤية خروج القيء لونه أصفر شفاء من سحر، شفاء من سحر، يعني صاحب هذه الرؤية مسحور عنده سحر. فكونوا إنه هو يشوف أنه تقيأ ولون القيء لونه أصفر، بالعكس ده أنا عايز أقول كمان إن الحالات اللي كنا بنعالجها أو الحالات اللي أنا رأيتها بعيني اللي هي شرب سحر، حينما تتقيأ في الحقيقة لون القيء كله أصفر مائل للصفرة. ففي المنام إذا رأيت أنك تقيأت ولون القيء لونه أصفر، اعلم بأنك كنت مريض ولكن بسحر شفاك الله تبارك وتعالى، وهذه الرؤية تدل لك على ذلك. 5، رؤية سيدنا يوسف عليه السلام للشخص المريض تدل على الشفاء. 6، رؤية زيارة الممرض لك في بيته. انت النهاردة لما تيجي تشوف ممرض جاء لك في المنام وجاء إلى بيتك وانت في الحقيقة مريض، انت في الحقيقة مريض، فزيارة الممرض لك في بيتك تدل لك على الشفاء. 7، ودي آخر حاجة، رؤية العسل للمريض شفاء له إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.